السلام عليكم مشاهدينا، بطلع عليكم اليوم بحلقة جديدة، حلقة تقريبا مهمة جدا جدا، يعني بتمس أكتر فئة أو كل الناس، يعني كل المجتمع اللي من كان من ذكور أو إناث، يعني من نساء أو رجال، اللي هي بدي أحكي عن سحر التفريق. سحر التفريق اللي خاصة سحر التفريق بين الزوجين، يعني هيدي شغلة مهمة، كتير مهم انه ينتبهوا لاتنين، وكتير يعني بينتبهوا لاشياء كتير ممكن يتفادوها، وممكن يسألوا عنها، ممكن يكشفوا عنها، ممكن يفكوها. سحر التفريق هو بين الزوجين، هو ان كان عن طريق السحر المرشوش او المدفون او المشروب او المعلق في الهواء، كله نفس الشيء، بيكون هو نفس النتيجة، بيؤدي الى سحر وتفريق بين الزوجين. طيب كيف بدهم يعرفوا هيدول الزوجين؟ يعني كيف ببلشوا يعرفوا انه هود يلتفت نظرهم انه في سحر، في شيء غلط بلش بيناتهم؟ صدقوني مشاهدينا، اكثر الناس تقريبا 3/4 الناس هن فراقهم وطلاقهم هن من وراء السحر. طبعا السحر هو نتيجة ناس عندها ضغينة بنفسها، عندها قهر، عندها يعني أي ناس حاسدة، بتحب يعني بتحسد البشر على عيشتهم على حياتهم، بتحب تعملهم سحر وتفرقهم. ناس من المجتمع القريب منهم، من الأقرباء، من الأصدقاء، من كل الناس. فهيدا السحر بحب انا احكي عنه، يعني وقلكم كيف هو عوارضه هي بتبلش تقريبا، يعني بصيروا الزوج والزوجة كتير بيتخاصموا مع بعض، يعني بتكتر المشاكل بيناتهم بدون سبب او على اتفه سبب، بصير في مشاكل، بصير المشكل يكبر فجأة وبتتغير الامور. بصير في تقريبا نفور، بينفروا من بعضهم، يعني بصيروا اتنيناتهم ما عم بحبوا يشوفوا بعضهم أبدا. بصير في يعني مثلا ما بحبوا يجتمعوا بنفس المكان، بصير كل واحد بحب يقعد لحاله بغرفة لحاله. بصير مثلا الرجل أو المرأة بيرددوا كتير كلمة الطلاق، يعني طلقني بدي طلقك أو بدي اتطلق أو هيدي الكلمات اللي ما كانوا يتفوهوا فيها أبدا. بتبلشوا تحسوا أنه يعني بحب الرجل يظهر من البيت وما بحب يرجع على البيت أبدا، يعني أنه إن فات على البيت بينزعج، إن قعد مع زوجته حكيت معه كلمة كمان بينزعج بيتضايق. كمان يعني بالنسبة لهيدا الموضوع، قصة انه بين بعضهم بطل في علاقة حميمة، يعني حتى هاي العلاقة الحميمة بتصير تتباعد، بتبطل موجودة، بتصير فيها كره يعني لهيدا الموضوع. بعدين الرجل بصير يوجد بزوجته، يعني بصير يشوفها كأنها لو كانت امرأة ملكة جمال، ملكة جمال العالم، بصير يشوفها انها امرأة بشعة منا حلوة، بصير عنده نفور منها. وهي نفس الشيء بصير تشوفه بشكل كمان غير محبب، يعني مقزز لإلها، بتنفر منه. فمشاهدينا هيدا السحر، يعني كمان كتير مواضيع من هيدا النوع بصير فيه هيدا النفور، هيدا البعد، بيؤدي إلى الطلاق، وهو نتيجة سحر. يعني بتكونوا عايشين مبسوطين ومرتاحين وعندهم أولاد ومنسجمين والأمور كلها بخير، إما بيكون صار السحر عن طريق الرش، عن طريق الرش على عتبة المنزل أو رش على الثياب أو على الحيطان أو على عفش المنزل، إما مشروب اللي هو بالماء بالأكل بينحط السحر، أو معلق بالهواء بيتعلق بشجرة، بيتعلق بحيط، بيكون معرض للهواء.
أما المدفون كمان هذا الأقوى، بيكون موجود تحت بأرض، بيدفنوه بقبر يعني تحت الأرض تحت التراب، يما بقبر مهجور أما تحت التراب، فهذا شيء طبعا صعب كتير. فمشاهدينا بتمنى عليكم إنه يعني تستوضحوا أي امرأة بتحس إنه في عندها هيدا النفور أو عم بتعاني من هيدا المشكل، ما تهمل، ما تقول هيدا موضوع عابر، صدقوني مشاهدينا كله له حل، يعني بإذن رب العالمين في حل يعني جذري لهيدا الموضوع، بينكشف شو نوع السحر وشو هو وين موجود، وبعمل له أنا بإذن الله فك كامل شامل من كل شيء، وبنرجع بنعمل محبة ووئام ووفاق ومودة، وبصير في لحد العشق تقريبا بين اتنين، يعني المودة والمحبة بتصير كتير بين اتنين موجودة، وبترجع الأمور لمجاريها الطبيعية. وإن كان لا سمح الله صار في طلاق كمان بنقدر نحن نتدخل، بقدر بإذن الله أعمل لهم محبة شديدة ورد. مشاهدينا بس بحب أذكركم اليوم نحن فاتحين مجال للاتصالات، يعني اللي بحب يتصل أهلا وسهلا فيه، معنا اتصال. ألو. إيه ألو ألو، أهلا أهلا وسهلا. ألو ألو أهلا، بونجور، كيفك شايفة؟ أهلين حبيبتي. أهلين حبيبتي، معك سيرينا؟ إيه أهلين سيرينا، أهلين تفضلي. كنت بدي أسأل، كنت بدي أسأل عن شغل، إذا حيمشي الحال، لأن كل شيء عم يتعثر معي، رزق، نصيب، هيدول الأشياء. نعم نعم، كيف تفيديني؟ ايه أكيد. سيرينا شو اسم أمك؟ نادية. سيرينا بنت نادية، يلا خليكي مع شوي. أوكي. ليكي سيرينا، بتحسي تعب شي بجسمك؟ بتحسي وجع راس دائم؟ بتحسي تقل بجسمك؟ بتحسي دائما ضايقة خلقك؟ ايه احيانا. ومعصبة؟ صح مزبوط. ايه حبيبتي كتير. ايه كتير كتير مبين عندي. ليكي عندك سحر، سحر قديم جدا، يعني له تقريبا شي 5 سنين عندك هيدا السحر، ومعمول تقريبا مش حقلك بالضبط من مين، بعدين بس تحكيني يعني ببقى بقلك من مين، بس عليك سحر بيمشي الحال، بيرجع يعني بيمشي الحال. طبعا ان شاء الله بنعمل له بس ينفك السحر بيمشي الحال. ايه اكيد اكيد باذن الله. أوكي. عندي انا، طمني بالك بيمشي الحال نهائيا، اكيد تنفك باذن. سمعنا عندك كثير كثير اشياء منيحه. تسلمي تسلمي حبيبتي، تسلمي ان شاء الله. احكيني برجع بحكي، ارجعي احكيني على رواق، لانه هلا على الهواء بتحكيني على رواق وبحكي انا وياكي. طيب اوريدي. اهلا وسهلا، الله معك. باي باي. شايفين مشاهدينا انه يعني في مشاكل كتير عند الناس، ودايما اكتر شيء سببها اما سحر اما رصد اما مش شيطاني اما تسليط، فهيدي يعني بتأدي لوقف الرزق، تعطيل عن الزواج، وقوف الحال.
الو الو مين معي؟ اهلا محمد. والله بعتذر منك يا محمد، الصوت مش واضح، اذا بتعيد ترجع الاتصال عندي لو سمحت. ما مش واضح الصوت، مش طالع على الهواء. شكرا لك. فمشاهدينا برجع بخبركم انه كرمال كنا عم نحكي عن سحر التفريق، بتمنى من كل انسانة او انسان عم بحس بهيدي العوارض، بحس عم بحس انه في شيء مختلف بينه وبين زوجته، مرأة مع زوجة. الو ما في صوت، ما في صوت يا محمد، معلش بعتذر منك، ما في صوت، ما بيأثر، خلص نرجع نحكي بعدين، احكيني لو سمحت مرة تانية. فمشاهدينا بتمنى من كل إنسان عم بيعاني من هيدي المشاكل إنه يرجع إنه يكشف، يعني يتصل فيه يكشف يشوف شو المشكلة، بيقدر يتدارى مثل كأنه بتعملوا كشف مبكر. يعني كيف بيعملوا كشف مبكر عن الصحة؟ بيطمن على حاله، بيشوف انه شو في، شو القصة، ليه هيك مثلا زوجي مغير معي، او الزوجة اللي مغيرة مع الزوج، او نفس الشيء. فبنقدر نعمل شيء وبترجع الحياة تضلها مثل ما هي. يعني ومشاهدينا هيدي مش مين ما كان بيقدر يعملهم، انا بأكد لكم وانا بتحداكم، يعني انتوا اكيد بتعرفوا وبتسمعوا وشايفين وقاشعين. الو ما في صوت يا محمد، ما عم يطلع عندي الصوت. السلام عليكم يا دكتور نجوى. ايه اهلا وسهلا، عليكم السلام، يا هلا، الحمد لله، تفضل دكتور. شو بتسمعي؟ عم بقطش خطك يا محمد. معاكي محمد ابن فاطمة يا اخت نجوى. يا اهلا وسهلا فيك يا محمد، تفضل. لو سمعت كشف عام. يلا انا بتابع التلفاز. كشف عام. طيب سكر، بما انه ما ماشي الحال، هلا انا بكشف وبحكيك، تكرم عينك. حاضر اعمل له. محمد ابن فاطمة، بما انه عم يسمعني على التلفزيون، محمد في عليك تسليط من الجن، امورك تعبانة، امورك تعيسة، حالك واقف، رزقتك واقف، كل شيء بدك تقوم فيه ما بيزبط. هذا الشيء بده فك. مشاهدينا يمكن انتو تتساءلوا وتقولوا هل معقول انه كل الناس عليها سحر وعليها رصد وعليها مس؟ انا ايه بتحديكم مشاهدينا، وكل مين هو عنده رأي غير رأيي يبقى يحكيني، وانا هيدي معلومات دقيقة من الموثقة من القرآن الكريم، اللي هو انه الجن انه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. هن لهم سلطة علينا، الشيطان له سلطة علينا، نحن ما عنا سلطة عليه، نحن فيه هو، يعني فينا نحن نردح حالنا، بس هو في يأذينا بأي طريقة هو بده إياها، بأي شيء نحن ممكن نعمله هو ممكن يأذينا.
فما تت يعني ما تتفاجئوا وما تقولوا مش معقول انه كل الناس عليا، بلا اكثر تقريبا 90% من الناس عليا، عليا نوع من السحر، من القرينة، من التابعة، من الربط. بيعمل كمان سحر التفريق، بيعمل ربط للرجل، هيدي نسيت انا احكيها. لو اجى بده يعمل علاقة زوجية ممكن يصير عنده ضعف، يعني كمان هيدي مهمة جدا انه انا اذكرها. فمشاهدينا حبيت خبركن عن السحر وعن شو ممكن يعمل، بفرق الأخ عن أخيه، المرأة عن زوجها، الصديق عن صديقه، الأم عن بنتها، الأخ عن أخته. مشاهدينا الحساد كتار والضغائن كتيرة وكترت، يعني كترت كتير بين الناس، وأي إنسان اليوم بده ينتقم من إنسان بأبسط الأشياء بروح بيعمل له سحر، بيخرب له حياته، بيخرب له بيته، بدمره، بخليه على الأرض، يعني بخليه يحكي حاله. وممكن يوصلوا للجنون، ممكن يوصلوا للانتحار، ممكن يوصلوا للقتل، يقتل نفسه يعني. فمشاهدينا هذا اللي بخبركم إياه عن السحر وأثاره وكيفية فكه بإذن الله مضمونة عندي، وما حدا برجع بقول ما حدا بيعرف يفك إلا أنا، لأنه الفك مش شي سهل. هيدي طلاسم، هيدي ملوك، هيدي بخور، هيدي أمور علوية، أمور أرضية، أمور فيها كتير من الشغل، والشغل اللي ما حد يقدر يقرب عليه لأنه كتير ممكن يكون يأذي شخص تاني، يعني إذا بده يشتغل فيه. أنا محصنة وأنا أقوى من كل الملوك والجن والشياطين بإذن رب العالمين، وما بيقدروا علي. فأنا بخبركم أنه فكوا كتير سهل بالنسبة لإلي، وخلصكم من كل مشاكلكم، إن كان الحل نفور بين الزوجين، رد المطلقة بأسرع وقت، جلب الحبيب، تسهيل الأمور، زواج يعني المتأخرة عن الزواج. وأكيد بدنا نعمل، نسيت أقول أنه نعمل تحصين، بس نعمل فك لازم ضروري، وضروري كل إنسان يتحصن، يعني عمل له تحصين. بعمل تحصين قوي جدا، يعني ملك المرضى والشياطين والجن ما يقدروا عليكم بإذن رب العالمين. وأنا جاهزة للاتصالات، كل إنسان بحب أنه يتصل فيي أكيد بقلكم ما رح يندم. وأنا يعني عندي كل وقت لهيدا الشغل، أنا متخصصة بالخزانة والعلوم المغربية، أدرس المشايخ في العلوم المغربية. إن شاء الله النتائج مبهرة جدا، والنتائج مضمونة جدا جدا جدا، وحتكونوا مسرورين ومبسوطين وما حتندموا أبدا، وهيدي تذكروا مني. والأرقام موجودة على الشاشة، وبقلكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا بناخد اتصال جديد معنا. مين؟ تفضلوا، اهلا وسهلا. السلام عليكم شيخة. ايه عليكم السلام، يا هلا، تفضل. نجل العملي. ايه. انا حكيتك من فترة وبس حابب اتشكرك يعني شيخة. ايه اهلا وسهلا. في المشكلة بيني وبين زوجتي. ايه نعم. الحمد لله. طلعت الأمور. ايه عال عال، ايه تذكرتك والله مش الحال. ذكرتيني، نعم اشتغلت معنا. ايه الحمد لله شيخ، الحمد لله. انا حابب اشكرك على الحلقة لأنه يعني
بقدر لك صباحك عالي وكبير. تسلم 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 تسلم، اهلا وسهلا فيك يا اخي، تسلم. نحن نحن حاضرين حاضرين، وانت بتستاهل على كل حال، انت شخص ادمي ومحترم، وكان السحر هو اللي فرق بينك وبين زوجتك. شكرا لجهودك، شكرا. هلا اكيد نحن بدنا بس شيخه نفتح معك مواضيع جديده بالنسبه للاولاد والاولاد، يعني كيف انا نثبت العلاقه الزوجيه بيني وبين مداتي وان شاء الله. ما في مشكلة، ما في مشكلة، كل شيء ممكن يصير بإذن الله، بس اتصل فيي أنت بعدين. وأهلا وسهلا فيك، أهلا وسهلا. أنا بتشكرك كثير على اتصالك. أنا بتشكرك. شكرا لك. الله معك. الله معك. مثل ما شفتوا مشاهدينا، اتصالات تشكر واتصالات أسئلة مشاهدينا، ما تتصوروا بإذن رب العالمين. الحل عندي 99% نجاح بإذن رب العالمين، 99%، حتى ما أقول 100% ما بتصدقوني، ويمكن ما تصدقوا، الله أعلم. على كل حال الله أعلم. برجع بقلكن اللي بحب يتواصل معي، هيدا الرقم موجود على الشاشة لأي استفسارات، لأي مواضيع، للكشف، للاستفسارات، لأي مشكلة مادية، عاطفية، صحية، أي مرض، أي مشكلة، أي علاقة، أي موضوع، أي فراق بين الزوجين، يتصل فيي وإن شاء الله الحل موجود عندي بإذن رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.